نرحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه احتفالنا بعيد الفطر مبارك مستمر مع حضراتكم. دلوقتي معانا بقى واحدة من مطربات مصر الشابات، صوت الحقيقة مبدع وليها مشوار غنائي يعني مش بسيط. التحقت بفرقة المايسترو سليم سحاب وهي لسه صغيرة، وواحدة واحدة بدأ ما شاء الله كده نجمها يكبر. عشان كده النهاردة معانا مستضيفينا معانا في صباح الخير يا مصر عشان نحتفل معاها بأيام عيد الفطر. خلينا نرحب بالمطربة آية عبد الله. آية صباح الخير عليكي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وانت صباح الخير عليكي، كل سنة وانت طيبة منورة، وكل الأمة العربية بخير وعيد سعيد عليهم يا رب يا رب يا رب. طيب آية، يعني خليني قبل ما نروح نسمع كده حاجة منك مناسبة العيد، خليني أعرف انت قضيتي عيدك ازاي لحد دلوقتي؟ مع العيلة طبعا، انا يعني بحب دايما اقضي العيد مع عيلتي. كلت كحك؟ كلت كحك وبوتيفور وغريبه بس ايه يعني، عارف انت حاجات بسيطه قوي عشان الدايت، انت فاهم؟ عارف يعني قطعه احنا هنروح الجيم بعد العيد. صح، احنا نبتدي دايت بعد العيد. صح، او انا عامله دايت اسلامي بالنيه. حلو ده، جديد. يعني باكل براحتي بس نيتي ان انا اخس. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك. لا بس انا محافظه يعني الحمد لله على وزني يعني. طيب عظيم. طيب نبدأ بقى نسمع حاجة بمناسبة العيد. يلا. يا ليت العيد أنستينا، يا ليت العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. هلالك هللنا لنا فرحنا بوه وغنينا، يا ليلة العيد جمعت الأنسى الخلان ودار الكاس على الندمان، جمعت الأنسى ودار الكاس على الندمان، وغنى الطير على الأغصان، وغنى الطير على الأغصان، وغنى الطير على الأغصان، يحيي الفجر ليلة العيد. الله عليك، مسام طيبة. ايوه انت طيب كده، انت عيدت على الناس. طيب ايه، قولي لنا بقى يعني ازاي ابتديتي مشوارك وازاي قدرتي ان انت تنمي موهبتك دي لحد ما شاء الله، يعني انت ليكي محطات برضو مهمة. يعني انا بدايتي طبعا من الاوبرا، وبعد كده برنامج اللي انا التحقت فيه برنامج مسابقات صوت الحياه، وبعد كده يعني نزلت اكتر بقى للمجال العملي، الحفلات اكتر، عملت اعلانات، عملت مسلسلات قصدي قبل كده كتير. غنيتي التتر بتاعها يعني ولا عملت حاجات ليها تتر بتاعها؟ عملت حاجات تمثيل وعملت اغاني جوه مسلسلات كمان. كان من قريب عامله مسلسل اسمه طاقه حب، غنيت ومثلت فيه وعملت بقى حاجات كتيره. يعني حاليا كمان كنت منزله البومي الجديد، يعني اللي نزلت حوالي فيه لحد دلوقتي 5 اغاني، ولسه باقي الاغاني ان شاء الله نازله خلال الايام اللي جايه. يعني انا كنت منتظره بعد رمضان والعيد عشان ابتدي انزل باقي اغاني البومي. عظيم. الحمد لله لقيت نجاح كبير جدا، الالبوم بعنوان اصعب احساس. الحمد لله يعني كل اغاني الالبوم مصوره فيديو كليب، والصدى على الالبوم كمان وردود الافعال حلوه قوي.
بس اكيد خد منك وقت كتير. مصري وخليجي ولبناني عامل حاجات كتير. اه ما انا عشان كده بقول لك عشان تحديدا اللغات او اللهجات اللي بتتكلمي بيها اكيد ده خد منك مجهود كبير. اه بس انا بحب يعني دايما اللي عنده شغف لشيء وبيشتغل عليه كويس ما بيبقاش صعب قوي زي ما ان هو بيعمل فيه مجهود كبير. انا الحاجه اللي بحب ايوه بستمتع فبستمتع بالمجهود اللي بعمله. بالعكس بركز في الحروف في المخارج في اللهجه كل ده. طيب اي احنا هنتكلم اكتر كمان عن الالبوم بتاعك وهنحاول ان احنا نسمع منك كده شويه يعني حاجات اكسكلوسيف. بس خلينا الاول تغني لنا حاجه من التترات اللي انت عملتيها. يعني اكتر تتر مسلسل انت حبيتيه او اغنيه من مسلسل قريبه من قلبك يعني حاجه اللي انا عملتها تقصدي؟ هو كان حاجه يعني لمسلسل اطفال. يعني هو المشكله اللي معايا فيه كورال بيرد فمش هعرف اقوله دلوقتي. احنا لو حافظين كنا ردينا معلش. لازم يردوا عليا فهي ايه يعني مردات. طيب اختاري اي حاجه. خليها مره تانية اكون مفيش مشكله. طيب اللي جاهز اللي جاهز عندك. طيب من الالبوم او اللي جاهز. اوكي من الالبوم ممكن اغني لكم حاجه من الالبوم بتاعي اللي باعك. المحبة ساعات بتكسر نفسنا بنبقى ضعفة لما نمشي بقلبنا. المحبة ساعات بتكسر نفسنا بنبقى ضعفة لما نمشي بقلبنا. لنعيش لناس محناش في بالهم من الأساس ونخلي ناس تسرق سنين من عمرنا. واللي باعك اللي باعك اللي باعك بيعه وانسى ان انت عارفه من الاساس. خلي بالك خلي بالك خلي بالك من كرامتك الحياة مليانة ناس. واللي باعك اللي باعك اللي باعك بيعه وانسى ان انت عارفه من الاساس. خلي بالك خلي بالك خلي بالك من كرامتك الحياه مليانه ناس. اللي خايف تخسروه اخسروه بلاش تخاف. اوعى تمسك في اللي سابك اوعى تبقى من الضعف. اللي خايف تخسروه اخسروه بلاش تخاف. اوعى تمسك في اللي سابك اوعى تبقى من الضعف. واللي 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 باعك. الله عليكي الله عليكي. دي كلمات عصام حجاج الحان تامر حجاج وتوزيع اشرف البرنس اخراج ايهاب عبد اللطيف. عظيم جدا. شايفه ان الموهبه لوحدها كفايه ولا لازم ندرس؟ يعني الموهبه ممكن تصنع نجم؟ لا الموهبه وجنبها حاجات لصناعه النجم. ايه بقى الحاجات دي؟ اكيد دي الحاجات اللي انت مشيتي عليها عشان توصلي لانك تبقي محترفه. بص انا دايما يعني بابايا قال لي قواعد من بدايه دخولي الغنى انا كمان ماشيه بيها. الموهبه طبعا، القبول عند الناس، العلاقات العامه، الذكاء الفني، الشكل الحلو، القبول عند يعني ان انت كمان تبقى مهتم بشكلك. مش بس ان انت عندك موهبه وصوتك حلو والناس متقبلك، لا انت كمان لازم تشتغل على نفسك. وطريقه ادائك للموهبه عامل ازاي بالظبط؟ سعيك بقى، اجتهادك، حاجات كتير قوي تحت بند ان انت عندك موهبه. لازم يبقى تحتيها حاجات كتير قوي علشان تقدر تكمل وتستمر. طبعا كمان اضافه بقى للكلام ده دلوقتي السوشيال ميديا بقى. يعني كمان مش بس ان انت ده وساعات، لا كمان في اضافات يعني لازم تكملها لان احنا دلوقتي خلاص السوشيال ميديا بقت مهمه قوي. بقت هي نمبر 1 سوشيال ميديا. فانا بحاول اهتم بده، متواصله دايما الحمد لله مع الجمهور بتاعي،
مع كل اللي بيدعموني، وانا من خلالكم حابه اني اوجه لهم تحيه شكر ليهم على دعمهم ليا دايما. طيب يعني ايه، احنا في عندنا الحقيقه سبيشال ريكويست، طالبين انت تغني حاجه لانغام. انغام؟ اه ولا نغني حاجه لام كلثوم؟ لو الاثنين يعني ما ورانا احنا فين المايك معاكي. طب نغني حاجه لام كلثوم بعديها انغام. اتفضلي. وصفولي الصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يتقال. وصفولي الصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يا دوب يا دوب يتقال. أغرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل أمل. ومالينا الدنيا أمل أمل. مش اصبر يوم على بعضه، ده الصبر عايز صبر لوحده. مقدرتش اصبر يوم على بعضه، ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده. مقدرش على بعض حبيبي، مقدرش على بعد حبيبي، مقدرش على بعد حبيبي. أنا ليا مين، أنا ليا مين، مين مين اللي حبيبي. سلام، الله عليك يا آية. طيب أنغام بقى. أنغام عيني. أكتب لك تعهد؟ يلا بينا. أكتب لك تعهد. يلا. ممكن تسيبني
اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايز اعيشه معاك عشان لو عشت كل جراح حرام ممكن تسيبني. اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايز اعيش معاك عشان لو عشت كل جراح حرام، ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعدك حد يصوني، وانت لو ما بقتش بتصدق كلام انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري، بس اعيش باحترام. الله عليك، الله عليك يا ايه، والله ما شاء الله عليكي موهبه. ربنا يخليك. وعارفه انت بتعملي ايه، وكل التوفيق ليك ان شاء الله في اللي جاي. شكرا، شرفتينا ونورتينا يا عبد الله المطربه. الف شكر ليك، وكل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين، ميرسي قوي. شكرا ليك يا ايه ونورتي. انا حابه اقول حاجه اخيره، ان انا يعني ان شاء الله كمان عندي حفلات، مجموعه حفلات في شهر 5، بس اول حفله في ليهم يعني يوم الاحد الجاي 8/5 هتكون في معهد الموسيقى العربيه. عظيم. حفله كلثوميات، يعني حفله لاغاني ام كلثوم بس بقياده المايسترو الكبير صلاح غباشي. كل التوفيق طبعا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. وانتظروا بقى اغاني اللي جايه بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله.